بص كمان واحد في العمارة الثالثة يا عم، يخرب بيت امك يا عم. لا لا والله، لا والله راح اموت موتة الزرابية. معيش شي مشان الله. اللي قتلك بعده على الجبل يا كيبو؟ لا لا قتلني في الاوفيس، الاوفيس اللي هو عارف انت اللي جنب العماره الثالثه. اوكي 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 اوبن، هو اوبن ناحيه الخزن، وفي واحد مكمبر عند العماره الثانيه. اقول هم قدامي بالعماره ما اسمعش صوتهم. مالهم مش صوت يا زلمه. معيش اسمك بالدلوت امجد. اه جماعه اللايكات تلعلعوا. لا لا بدون بدون شير كيف بقطع. لا 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 هيك بصير فيها غش. لا 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 انت خلص شيل شيل. اه كانه هكرات يعني، كانه هكرات يا جماعه. هذا مش طبيعي، بس استناني بس ابيك. لا المطرطه لو يا ضي الحص. معاش صفت ايم ضد ايم والله وحش. ناقص اللي كمبر منك ده. وينه؟ وين كمبر؟ حجمك؟ على السور. السور على ال بتاع. لا 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 ايش الحركة هاي؟ عاش. وربي واحد. هيا هيا. سعدينك يا اخو. ابلعهم ابلعهم. اسطورة اقسم بالله، اسطورة. سعدينك يا زلمة والله. العشرة هاي بدها لايكات يا اخوان. والله هاي بدها لايكات والله. كنابير بطريقة كفو عليك يا زلمة. ما طلعوش صوت يا زلمة، ولك ساعة وانا فوق ولا نفس ولا يعني مش راضين حتى يعني ولا راضين يبيكوا علينا اصلا. مع ام 20 الثالث. واو حشره يا حشره مو طبيعيه شباب. يعني عن جد انحشرت حشره بيض شباب. احنا 14000 اسطوره، 14000 بعد ما وصلنا 10000 لايك يا اخوان. وين الفزعه؟ فزعتكم وين؟ انا ليه بتدمي؟ فزعتكم وين؟ اي لاف يو ابو زكريا. زكريا قال عماد. يا الله الاشياء معتمه. مش عارف الاشياء معتمه والله. يلا بس حتى الطائمه هاي اللي بتفتح على اليمين. اوه الزول بتدمج يا اخوان. معقول الاقي يوم الدروبات؟ يا وين الزول مصغرها؟ يي كيف هيك زق؟ يي انا برا الزون. ايزي ايزي عليك ايزي. ما السبت 73 كمين على الجسر، انت ما بتعرف. مليار واحد كمين السار. شو هاي انت ذا بليزون؟ ايش اللي قاعد تطلع على اليمين والشمال هذا؟ احا يا نهار اسود. لسه بنقول يا هاد. لا لا والله لا 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 بحياة امك. انا سولف ايش فيها مزح. ايزي عليك عبود والله ايزي. ايزي معلم. بس شباب نقص نوم، لو معي ام انا يعني اعتبروا الجيم انه جي جي خلاص. فاضيين 20 في الجيم. اوكي معي كود. يا رب ما حد يشوفني، يا رب يا رب هيك يعني ما حد يشوفني بالمره. اوه الزول مصدرها عبود. بس انا لو شافوني ناس جي ناس قدامك كانه لا بقي بطيئة زي
ترى جيمك بانك تاخذ مكان صح. جيمي باذن الله اليوم. سلام. ما هو كل جيم اوم يا عبد الله. يعني يعني ضروري كل جيم يكونوا حاطين ببجي اوم. يا اخي عن جد مش لهالدرجه اللي. خلص مره اوم مره مش اوم. نمشي على البركات يعني. ظل 8 لاعبين يعني 8 كلات 8 لقطات اوم 8 كوك 8 فلكات. تفضل. وين الدروب نزل؟ نص الاوبن ابلع. والله نص زون بعدين يا موسخفر. حاطين الفلير بنص الزون يعني راح اموت فيه. يا رب يكون في كفر. بعدين معيش بنزين خلص. رحيم قدر سحب رخص على السريع. جي سحب رخص. يا بسم الله اوم يعني يومك يا اخي. اخوان نسك ايش في؟ الو ايش في؟ ايش في كلام؟ مين طلع علي ومين طلع؟ ايش في؟ شو بصير قاعد؟ الو؟ والله مدمجهم. شو اللي صار؟ طلعوا علي هذول ولا ايش؟ ابني راح دعس. يا الله حرام. ابني راح دعس. يلا جي دعسوه لهذا الكلب. دعسوه. معلش يا ابو والله ما بعرف كيف متت يابا. دخيل الله والله. معلش يا ابو معلش. والله هاي كيف نجيب تحت ال 30 كلب؟ ايزي مان ليتس جو. يلا روح ريجي. ايوه اعطيني من المشاعر. شو هذا الصوت؟ ما تشيلش. لازم تشيل هذيك. يلا ليتس جو. والله انا عارف يا معلومه هاي كيف نجيب 30 كيلو. والله بس حرام هيك طلعوا علي فجأة يا اخوان. يعني لا عارفين وينهم ولا هم عارفين ويننا. والله بس مستاهل الجيم. مستاهلش اصلا يعني. لا في يوم كيف هيك بفوت جيم بعطيك يعني. لا في يوم يا شباب ولا هذا. فانا قلت ايش اختصر الموضوع. يجي كفو عليك ما قصرت. والله كان جيم نار. لا انا دموت حالي اصلا يعني. انت عارف يابا كذاب يابا. بدي اوم يابا. لا تكذب. ايه في هليكوبتر. شوي احا هليكوبتر. ثواني هليكوبتر. شوي قولي نزلوا بالمود الجديد هليكوبتر. ايش فيه؟ لازم. شو كلهم لابسين هاي اللبسة الزرقاء؟ تقدر تطلع؟ طلعت بالطيارة. تقدر تطير؟ بعرفش. لا انت راكب ورا اصلا. وانت ورا. ايه بدنا نركب ورا يا با. خلي هذا يركب قدامي. اركب يا زلمة. يا الله اركب. خليه نقعد قدام. ايش التحديث هذا يا زلمة؟ راحت ما ركبتش الطيارة. ارحبوا ترحيب المطر منورين. ليتس جو. الجيم اللي بعده اسمع يابا. تشوف سمعة المومياء احمد البياض. الله يسامحك اخي. يي الجيم ضباب. كملنا. يلا اوكي انا عادي. حلو. خش ليفيك يا زلمة. احنا تعاون ليفيك يا زلمة. احنا كلاسيك يا محبش ليفيك يا برو. الله اعلم ايش. الله اعلم يصير نحبه ولا لا. يعقد معك على ليفيك حبيبي. والله اخي الله تصير تحب غاوة. لو جيم عادي لا مش هتفرق. مش جيم. شو جيمات؟ لا طبعا مش رعوة. نقدر نلعب ببيك ترى على البي سي. اوكي موبايل مستحيل.
نوري الحبايب. شباب وين فزعتكم بالله شات يا حبايب يا غوالي يا باب؟ والله انت مو مركز بالله عليك. اسمع خذ واطي معي والله والله انت قاعد تطلع على السطح كذا. والله يا ابو اللعبه مش زي هيك طلع كم سكواد بالله عليك تلعب وان تيم معي. حلفتك بالله انه تظلك معي وان تيم. واذا وقعت نوك لا تعجقني. ناخذ الدور انا شفت اثنين ناس رشت لي اشتراضي نط وين بشت لي ما بعرف ايش الضحايا والله ما حمش اسلحه راضي نط من الشباك انا مش قادر افوت على اي بيت هيك واحد افوت معيش سلاح معيش اسلحه بدي اقطع بدي اقطع الجهه الثانيه اشوف البيت هذا يا رب الاقي سلاح سلاح بدي سلاح تعال هاي في بوت هون معنا في فنش كثير كثير يا رب اوصله يا رب ما حدا يشوفني انا مش هون انا مش هون كانت طخه واحد هون ما بعرف وينه بالضبط بدي طلق سبعه لا بتعني زيادتك لا والله ما في تعال مش معي تعال تعال معي بدش انط من البيوت لازم لازم افوت من الباب عبود سعيد ابوك روق يابا معك اتش 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 باندج اي شيء لا لا باندج تعال 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 رم حريقه هاي حريقه وين؟ تحت اعطيني خوذتك اعطيني خوذتك خوذه؟ خوذتك انا بلا خوذه ولا درع شو هذا؟ ما عليك السج هاي ايش فيه؟ كيف شالني؟ معك طلق سبعة؟ كيف شالك؟ ميت! بيطلع على السطح لعيب ايش تسوي؟ ارجع ارجع معيش دم معك دم على السطح هو واحد نوك وحش واحد اخر واحد يفضح ارضك تقدر تفنش تسعدينا ليتس جو سبت من داخل واحد بس واحد بس يا الله راضي لوت بس سكواد كابل يا بس سكواد او دودو تعال تعال ارجع انت اوبن اطلع لفوق
معك دم اتش؟ لا بطو. ارجع امسك تحت، امسك تحت، امسك تحت. واحد واحد منك سكوات كامل، سكوات كامل يا عبد الله. جي راح الجيم والله. جي صوت صوت يلعن اخت النيد يا زلمه. سكوات ما معي دم يضرب بخلي كمي ببندج يا زلمه، واخ لو معي نكف الدم بس نكفه والله لشقهم يا زلمه. انت بتقول لي اثنين، ما هو انا سمعت بقى اسمع انا سمعت اثنين انا سمعت اثنين. طيب ما هو يا بتعطي معلومه صح يا ما تعطيش، يعني شو اسوي؟ انا اللي سمعتهم اثنين، يعني انا اعطيتك صح، انا سمعت اثنين اجى واحد ثالث يعني. ها بعدين نعيش دم صلي ساعة. اوه 13 كل عندك حرام. 13 كل بس يا اخوان، 13 كل بس ببوشينكي غير السكواد والناس الموجودين. والله كان امل يجي التحدي. يلا يلا كان ايزي يجي التحدي. حط رجل بسرعة. والله كان ايزي يا زلمة، والله كان والله جي جي. شباب 11000 صلوا على النبي يا اخوان، 11000 صلوا على النبي، واللي بعده ما حط لايك حط لنا لايك. ترى والله اللايف مكهرب اليوم، في كهرباء، في كهرباء بالموضوع. حرام والله يا اخوان حرام. يا الله معي دبس كان ابي، لو شجعت نيابه كان ما بلك. قال حرام روح الجيم. ليش هيك؟ ليش طابق معنا حرام يا بشرح هالمومياء بشرفك تشرحها، بالله عليك بالله عليك تشرح المومياء كلهم معك. لا لا هيك اضرط واضرط بالله عليك. طب ايش سوي؟ يعني ما تخليش حد زين. ها خلص خليك هيك احسن. وها كويس؟ آه كويس. زك أحسن؟ آه شباب تتوقعوا يجي التحدي؟ إيه بس راضي يركب ابلع من الثياب يا عزيزي. هذا شكله لا إيش؟ شكله كائن معانا ستريمر في الجيم؟ والله ما بعرف للأمانة. ليتس جو عماير بوشينكي. عماير بوشينكي ميجو ميجو عمري كفى هتفوتوا عندك ولعبوا بالنظافة. ما بنقدر ما احنا بدون هكر ما بنقدر ما بنقدر. لازم ولازم يكون هذا البطخ على الراس الماجيك بلبل، يعني البلبل تاع عبود لازم يكون كله هدات. بس والله انه جيم حلو يا يا حرام كيف موت نام. انت راح يبقى المطر ايش تعدي 30 كل. طيب انت كان عندك والله كان طلعنا من بوشينكي عبود يعني مش عارف 25 كل. انا لا مش لهالدرجه. انت معك كلات كل جا كان طلعنا ب 20 لعب. لو شلنا السكوات كأنه كان في كثير بكات، ثلاث بكات حوالين. لا والله. اه والله. بس ما قدرت اطخ يعني بدي يا الله الهيل ما دقرني دقرني. ما بعرفش انط من الشبابيك يا الله. قلت لك فوت على السيتنجز وعلى ادفانس سيتنجز وبس. في معنى. بس هيك مبدئيا. يو علينا يا ما لحقت اشيل اخت سلاح الا بس علي. احترفوا اخواننا صاروا مليار واحد اكثر. يلا خذ لك يم ونسر حياتنا ما بنشوف.
بترقص. اي هذا كريزي اي كريزي اوه كريزي ترقص هسه هذا الشرموط. لا ليش ايش شو مالك عرفته هذا ول شو مالك الو معلم اطب لك لا جوا ما قلت له اذا قلت له اذا بتنزل علينا ستريم سنايب راح البك اياها والله لو عندي 100,000 سيبك سيبك منه سيبك منه اي والله شو بدك فيه انت عيل ابني وسخه والله بس تنزل علينا ستريم سنايبر روق يزبك روق روق يا زلمة شالك انت يعني اساس انت اللاعب المحترف يعني لا ما انا وعدت له وعد شرف قلت له يا كريزي لا لا مو في اكثر من واحد ما بتعرف ما بتعرف انو واحد هذا ما انا بقى مشكلتك سيبك منه يا زلمة بوتش جيم بدي اساوي المقطع بوت بعرفش انط يا زلمة طيب افتح لي شير افتح لي شير هاي شير مشكلة انها كبسة زر يعني لو قصة وابقى يا اخي هاي شير هاي شير ها هاي شير يا عمري ها 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 تفتح لي هالشير ها ها على السيتنج فوت لي على اللعبة فوت لي سيتنجز اوكي الثالثة الثانية الثانية فوق العشمال يمين يمين الفوق جاب الفوق هيا فوق 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 اول واحدة شمال شمال فوق شمال فوق شمال فوق ما ولا واحد فوق ايه؟ هيا سيتنج ادفانس سيتنج هيها الثانية حطها على اليمين هاي يعطيك العافية خلص يعني حلش بسيط اي كويس انت بقول لك العشمال فوق اول واحد انت والله يستاهل اكثر والله بعرف يا اخوي عم جد بعرها والله حافت عاوز والله 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 يستاهل لانه قلت له خلي اخوان عم جد ما بمسك حاله فايش يعني الا ما يطلع منه كلام فاللي بده يكبر الراس كثير وينزل ستريم سنايب هذا راح يصير فيه لانه فعليا عم جد ما بيقدر يمسك حاله من انسان معصب فعليا انا ما بيقدر يمسك حاله يا اخوان انا ثاني ما بمسكه قلت له اذا بلقطك على اللايف عندي والله لو عندي 100,000 الا ارسلك وارزل عيلتك الوسخه قلت لك روح خلاص بالله عليك عشاني خلص روح سحب شواربي يابا سحب باور الفقوس يلا جاهز يلا جاهز معلم بالله عليك تركز وبدي يا عمي بركز يا عمي يعني جيم واحد يا اخي شو المشكله نزل عليك خر علي شو نسوي له يعني صار بطل هسه حر من انا اصلا انا بحكي عن اللعب انا بحكي عن اللعب عبود معرقين كلهم بنزلوا ضدي سكوادات معرقه اسمع السايبر كلهم حدثوا يعني كم خرب العربي يعني وياك كل خرا السايبرات كلهم حدثوا وجاهزين من الصبح بعثوا ها فايش الان بدنا ناكل كنادر الان مبدئيا والله سكول انا بالله عليك السرح يلعن يا الله يابا يا حرام مسدس قوي طيب المسدس هذا الوز علي طلقه واحده عبود انسال سكول اليوم يومنا مش سكول انسال سكول شرفك شبعنا كتل اسمع شبعنا كتل نفسي بنزلت مطار انا والله بحب المطار ونوفا انسال سكول اليوم انسال سكول اليوم سكول مولعه مع انه اليوم طب ردي 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 بالله عليك ردي 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 يلا ردي ايوه صار لنا عندنا بيا غوالي اربع خمس جيمات ستة سبعة بالكثير تحمل صح ولا لا؟ سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 يعني حبيبي يا زلمة انا كيف بدي اطفي شيرك يا زلمة انا كيف بدي اطفي شيرك وما يصيرش عندي لك بين اطفي شيري؟ هاي قلت لي انت منها ابو ما انا ما بطلع طفيت طفيت ما مش عارف طبيعت كيف طبيعت ياش بيعني كيف اذا في معنا سرين سنايب عشان نطلع I love you خديجة I love you خالتك سادة صح؟ لا احمد ميلاد ابلع يا احمد يلا ابلع I love you خديجة طاير بوتي امجد قل ايه؟ صاير بوتي يا زلمة
يا بودي انت كل هذا اللوت طلع معك مسدس اخر شيء يا ذم النزلة يا الله ليش النزلة سكول كلها استغفر الله العلي العظيم يا بطلة طلع ليه كلها سكول ولا راضي تيجي يا حويات مطار لا السكول لا تنزلني السكول خلص اليوم مش يوم سكول خلاص مش يوم سكول والله طيب العاد وين ننزل يا هسه بنفكر نتا شمشم قليلا احمد عمر احمد خالد عمر منور منور غلي هلا والله ويلي خرب لنا شوف براك يا اخواننا اللي بالاول مرحبا بكم يا رب ما يعطيها اوكي مرحبا بكم حتى تقرا تعليق امانه وقول لعبود طارق يسلم عليك طارق نوري. يسلم عليك عبود نور يا باب لعلي يلا نركز جيم ول بس تعرف تعرف شو احنا جيمات بس انا وياك ننزل مطار والله بنعجب او نوطة صح لعب. اه مطار لا ما هو شوف اليومين هذول سالكه معانا على المطار كثير في ايام بتسلك معانا على سكول كثير تمام وفي ايام بتسلك معانا على الحاويات بس اكثر اشي المطار والحاويات النوفا النوفا بيش بجورج بول اه النوفا بالضبط بتضبط معنا كثير لانه السكول فيها لاك وفيها ناس كثير وفيها بنزلوا معك على السطح 10 واحد ما شاء الله بينقوا 20 بيشيل لك بيقولش لك هذا السلاح وبيشيلنا لكلنا طلع كم سكواد عادي 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 ما عليك نط لتحت انزل يا الله حرام لا ابو سكول ابوك لا ابو سكول نزلناش على سكول ما انت يا ابن الكلب بتحبش المدرسه اسع صرت بتحبها ببجي موبايل يا ابن الكلب نزلناش سكول خلاص طيب نزلنيش سكول عبد الله عبد الله نزلنيش سكول سكول تنزلنيش على سكول خلاص طيب ماشي يلا يابا انا بقول لك تروحش على سكول يا عمي تدرسش يا ما بضبط حلو حلو الدراسة ببجي يا اخي خط الطيارة سكول يعني وين اروح يعني فيش غير سكول اه يا يما سعيد لي تيمبرلاند اللي اه I need a weapon يابا والله طلع يعني خط الطيارة بشينكي اه بشينكي طيب اسمع 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 اه اسمع صار لنا سبع جيمات اسمع اطلع اطلع من هذا الجيم اطلع هاي طلعت احمر و طيب احمر اخضر بنفسجي الله حسا استاذ اسمع اه اسمع انا بدي اختار النزله صح لا لا مش حكيفك مش حكيفك هي النزله يلا ردي كيف امك النزله هي يعني شو مالك يا زلمه يا اخي ريحني جيم تعبت شبعنا كتل خلص موت وظلك شو هذا اللي بطلع بنص الشاشة هيك بكبس اه بس تفوت جيم هاي التحديش اسمع نفسي الاقي هاي بالطيارة بس من نلاقيها هاي شكله نادري يعني خط الطيارة ولا مكان بننزل وشينكي لا نشوف هسه السبت كيف نزلنا كيفو كيفو مين هذا فوت على لايف يشوف عطى انت ولا حدا اه نزل سكول منك أنا. لله يا منك لله اذن ابو جواد امجد بس تعصب تذكرني بابوي I need a weapon. ما يخلي لك اياه يا رب تاج فوق راسك يا رب ليتس جو حبايب لايكاتكم ايش في كلام يا عمري الله يخلي لك اهلك وناسك يا عمري 13000 لايك شباب لا 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 لازم يا اخوان لازم شباب لازم اول ساعه 15000 لايك يلا والله بتقدروا يا اخوان قديش قديش لنا لايف احنا سنه ضايل ربع ساعه
معقول نوصل 15000 لايك يابا بحياتك؟ يلا اسمع دد جيم حق بدنا جيم. الله يهدي بالك يا سوسن، بعدهم معلقين على سوسن وخديجه ترى توم وجيري، والله ما اثر فيهم. سوسن وخديجه طلعنا يوم، سوسن وخديجه صح يوم او يومين صح، نرجع لكم سوسن وخديجه شباب. ماتوا على سوسن وخديجه، حبيتوها على سوسن وخديجه على البنات حبيبي. لا المره الجايه مريم وعبله. عبله عبله. بكره مريم وعبله. أبول كيف سبقونا ما شاء الله، الله يهدي بالنا. ليش سكول احنا وين نازلين؟ بوشينكي؟ لا بوشينكي سكول. ابت عباس يا عمر شكرا عم تستاهل يا عيال. وين المرجله؟ ايه كنا خرا هذا بس انا قشوت جن يا الله رضاش يحول على يلعن ام الشوتجن يلعن. اسمع خالتك خالتك ثم خالتك اذا بتفنشني. لا تركي تعرف تركي. نو بليز دونت كيل مي. I love you so much. Friend, my friend, okay? My friend. No, bro, nothing. No, shilo. Bro. Fuck, no, fuck you. Oh my god. Fuck you. مش راضي. مش راضي. نو برو تبكي. اي لاف يو. يلا حط ريدي يا مش راضي طخ. عادي يعني عادي ضروري نبلع لازم كل يوم 10 مرات. يلا مش منك من كش. طبعا مش راضي يطخ يا عمري. طبعا ما هو الكاش مأثر عليك يا عمري. اللاعب بيموت وبيمشي في اللعبة قاعد بينازل. حط ريدي. يلا حط ريدي يابا. يابو حط ريدي يا زلمة. يلا بالله عليك والله ستريم سنايب بيلك وخالات نسا زم. حط ريدي يا زلمة. عبد الله الله. انا اسف. طيب راح انزلك مكان هادي بس حط ريدي. لا حط ريدي والله لا نزل يا ابن الحلال. اللاعب تبعي اللاعب في لعبه ببجي مش انت بتكبس له مسطره مشان ينط؟ مش انت بتقول له هيك تكبس له هيك المفروض ينط؟ بنطش. يمكن وزنك عالي شوي ف صعب ينط. بنطش والله يا اخوان. مش راضي يطخ. طب بعك شوت جن شلك مسدس. لمين الأولوية؟ لخالتك ولا لخالته؟ لا الأولوية لخالتك أنت. ما أنت معك شوت جن يا عمري بسوي ريلود قاعد هو. صح يا إخوان الأفضلية ما أمجد. بس أول نوب أبوي أنا نوب. طيب دقيقة مفروض أسعى نطلق هاي نط هاي نط ها بتنط ها شايف المشكلة منك شايف نط بطل ينط شايف بطل ينط هاي بنط لا أنا برضاش ينط ها طلع هون بنط بالهواء. تعال أعطيني إشي مش راضي ينط. شو أعطيك إشي؟ نط ها طلع مش راضي ينط مش راضي. ما بيسوي هيك زيك؟ ما بيسوي هيك؟ لا طيب أنا بقول لك أنا بقول لك شو يا زلمة افتح لي شير. الله ينعن شير خالتك. افتح لي شير. يلا إذا مفتح لي والله هسه بتروح النزل عليه. اسمع هوت ستينجز بسرعة الثالثة على اليمين الثالثة. لا يمين
الخيارات اللي على اليمين، الخيارات اللي على اليمين سيتنج. هاي الخيارات. لا لا هون. هاي الخيارات اللي على اليمين. هاي أول واحدة اكبس عليها. اكبس. حط. ريست. لا حط ريست. ها. ريست. وين؟ ثاني. لا في في عندك نطة يمين لازم تكون موجودة. ما هو مش مفعلها لازم فعلها. فعلها فعلها خلاص. فعلها يابا اطلع من هون اطلع خلاص. كنت اول واحدة اول واحدة. سيتنج. ادفانس سيتنج ادفانس. ادفانس. احط هاي. اكبس. لا اللي تحت. التحت. لا هاي جنب جنب جنب. اوتو جنب اوتو جنب. اي اي ون. خلاص. فوت على لا فوت على الثالثة هسه فوت على الثالثة وركبها فوق النطة. ايوه. لك احط هاي. وين النطة؟ اي حط رست. رست. خلص اطلع اطلع لحالها لحالها اشوف انا كذا هيعمل جنب الوحدة يوم قد هي انا ما عنديش اصلا هي وراح يسوي جنب يلا اطلع اطلع هاي شيء اطلع وينك ها نوت 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 تقدر مش راضي مش راضي نوت طيب بوتل هذا سيتنج ثاني يوم قد سيتنج هذا سيتنج ثاني كم مرة هذا ادفانس ادفانس ايوه خليها ثاني واحدة ثاني واحدة ايوه ايوه دي روح يا معلم انت كده هتطير مش هت بتنط كان اخرها سلامة خلاص يا ابو العاد المشكلة من كرشك اللاعب لا كده كده بقى ينط كده بقى ينط بس يا عادي ده اللي احنا محتاجينه افتح السيتنج ام قلت اهي بص بتحطه على بعض افتح السيتنج هاي السيتنج ايوه الثالث واحدة كستمايز حط الاثنين على بعض بقى شايف اللي تحت اسحبها فوق وينهم اللي تحت العلمين هاي ودي حطها على فوقيها هاي بس دو السيتنج بقى سيف طب انا ما عندي زيك ايوه بنط الحمد لله صوت صوت بس واخيرا دينك الكيبورد ليتس جو ايوه يا عم اسرع اسرع خاري نط عندك يلا كون خرع بود شو مالك يلا يعني يلا يلا نركز يعني شو شو مالك قالب علي اسمع معلم بدنا نحرق السيرفر بكل ما تحمله الكلمه اسخ اسخ خذ لعب يا زلمه لعب شو يا معود من اول كنت كنت اخاف افوت على عماره يا زلمه او على على بيت لانه خلص اذا فتت بدي اطلع من الباب بس يا بك ما عاد الله بيش مسوي متابعه ألف ألف شو مسوين متابع ما تحط متابع بس معقول من 8000 ألف بس مش عاملين طب كويس يعني معلاش حجة يعني شباب الألف انت حط لنا متابع والله بتفيدونا يعني يعني شو ألف محرزين هم مش عارف انتوا ولا بعدهم اسمع في هاي طخة واحد مستأذب يعني مش مزبوط ايش يعني بوت ولا مش بوت ولا بس مت بوت بوت ولا ايش اثنين مع بعض لا والله هي المسج متغيرة اذا مطلع طلع بنص الشاشة لا مش بنص الشاشة بس انا بنص الشاشة اللي تحت شوي لا لا بتقدر تنزلها لتحت امجد ها بالنسبه للناس اللي ما بيجيلهاش اشعار والمتابعه عندهم معلقه حطوا نوتيفاي هيكتبوا علامه تعجب نوتيفاي زي ما انا هكتبها دلوقتي كده كله يكتب ورايا يا نهار اللي مكتوب باسم شباب شباب المكتوب تحت بس نوتيفاي لحالها بدون الكلام المكتوب تسوي له كده علامه تعجب نوتيفاي بس هو ده اللي محتاجينه بس حبايب قلبي يلا يابا جاهز ليتس جو نطلع وصلونا 15000 قبل ما نخلص اول ساعه وربي انكم اساطير ضل خمس دقائق بس طب يلا شباب 30000 لايك ما ليش تضحك ليش تضحك والله بس عشان احنا بثنا شوي كثير يعني مش بس عادي بنجيب والله والله ايزي والله والله ايزي عليهم شو بتفكر يعني اسمع بدنا بدنا سياره في السياره بتعرف يا الله فيش لوت يا زلمه ليش هيك اللوت بخزي شو انت فيش فيها لوت صارت يلا يابا نطلع نطلع يلا نطلع يلا فيش حدا بوشينكي عمدت عمرك
في واحد بيقول لك امنت عمرك عمرك وصل 60 لسه بدك تنط. عيب يا زلمه عيب يا زلمه ايش تقرا بتاع خلص ايش اسوي مالك عيب يا زلمه عيب يا عيب بعدين انت لسه شباب مين قال لك 60 لا امزح معك يعني ولك عيب طيب عيب خلص عيب طيب بالبعرات خلص بالبعرات عن شكلك وماله 90 بنطوا يا عمري يا اختي فيش سياره طلع كلهم حطوا لايكات بيبعثوا سترات شباب عشان تبدا حفله النجوم لحال عمار يا عمي فوتوا على الستارات لحالها بس تفوتوا راح تلاقوا معكم زي رصيد 100 ستار مجانيه فابعثوا لي اياها يا غوالي تاثروا شمال رائد يا عمري شكرا تبعثوا ستارات بدل ما هي يمكن حطوا لايكات يابا وينك يابا بشرفك تعال طل... يابا شو بدور على سياره ما في سياره تعال كوات بش علي وقعتهم في بوت يا زلمه ما يسمه اذا ما هو مصري حرق الدنيا هذا مشان الله بس روق شوي يا زلمه روق شوي طب ليش شالوا التحديث بال أي. بال شالوا الريفايف ايوه ايوه هذا الحط طلع طلع وال طلع انسى هذول بوتات اوف هاي فنش انسى طلع طلع هو اصحابه شغالين سبعه بقى اوف طوات كمان طوات مصطفى خف علينا شوي معقول لحق ينزل شاكو تاكو؟ طبعا شو هضل قبل اسبوع بكون مجهزين نورين يا غوالي الله يسعدكم نورين يابا تعال هاي لقيت بقي الدنيا ستارات واللي ما حوش ستارات شباب يحط انتفاي اللي بداية ستارات مجهزين حتى لما تفاي خليش علينا هذا حرك الدنيا بدي بس هذا راح يبعر لنا الجيم عقول في طيارة قلنا بالله في طيارة شو الستارات هاي يابا في طيارة لا في ضغط في ناس كسر شباك هاي ورانا الباب مش عارف بقدر افوت ولا لا والله شكله ما بقدر خليك تعال من ورا تعال من عندي هون طلع لي نيت اوه انا ماليش على الدبس ماليش على الدبس يعني يابا موت تحت يابا موت فوق شو اسمه ده انا انا هذا الحرف فيني في الدبس هذا حط على يا الله يا الله يا الله هذا هو هو والثاني حرق الجيم الجيم مش حلو من اوله يلا سكواد لازم اريح عبود يلا سكواد يلا يلا ايدي ايدي عليك يابا حماسك وين يلا بسم الله لا خلص التحدي اليوم صعب والله ايزي والله ايزي علينا بس احنا لو نركز نتوفي بيجي معنا بس والله قاعدين يلا نروح نتحدى هسه بس يلا جي. يا بدي كيف وقعت؟ البعثوا لنا استرات يا حبايب ثانك يو انا متت على البقي يا عبد الله على البقي ما لحقتش انزل لا لا مش مشكله تعيش وتقول لي صرت الطخ وين الطخ يا زلمه انا متت على البقي تعيش وتوكل غيرك وش مالك بس هاي اخر محاوله للتحدي بعد هيك سكواد خلينا اطلع انا اطلع من الجيم هذا الجو المغرب حبيبي والله هذا الجو يلا ردي هذا الدنيا صارت ايش يا اخوان اخوان احنا قلنا لايكات مش ستارات يا اخوان اخوان لايكات لايكات شباب حطوا لنا لايكات برضو يعني كبسوتنا لايكات يعني يا شباب بس والله ما عندنا مشاركات صرنا فتره ما في مشاركة يا الله ليش هيك يعني اطلع شو رايك اقول لك قديش والله خلص خليك اوكي بتعرف قديش عندنا مشاركات بالضبط 600 بعرف ما شباب هشد لنا حلك خلينا نوصل 1000 مشاركه معنا في البث شباب مشاركات 700 700 كفو
مشاركاتكم شباب الكثير والله والله ما اخر فتره ما في مشاركات للامانه، مشاركات صفر كن صريحين. سوي مشاركه بجروب اي شيء، شو عنده شو عنده يا زلمه بالستارات جروب المكاورات مطب اي شيء شيروا لنا البث جروب المتهورات. شو جروب المتهورات؟ كم 16000 لايك. اي يعني اي جروب، اي جروب حواليهم جروب العيله. اليوم الصحيح يجي بيخزي لعبكم. اذا بدنا نرجع لكلامك هكيك صح، كلامك صح 100% لعب بيخزي اليوم، بس يعني هو يعني تعبنا حط لايك شير يعني تعبنا خليك يعني متعاون معنا برضو، وكل يوم بدك جيم زي العالم والناس. هذا يعني انا جاي من كوكب زمرد بصير هيك. يابا لك ايه مالك الحق خير دعيت فيصل ماله فجروا الدنيا استرات من وين لهم استرات هاي كلها يا زلمه مجانيه لك روبو شباب استرات فجرونا الدنيا. هاي النوبي امجد الله يسعدك الله يسعدك. يعني انا كنت محترف تعرف يابا زمان ما فتحنا بكجات يا زلمه، حتى ما ندري شبكة زي العالم والناس صح. في عندك تفتيح باكج ب لا بحكي احنا 25 شهر بعرفش عنه. ليش ما نلعب اكثر من جيم ليفيك؟ ايش مالهم على ليفيك؟ ليفيك لا لا بحكي عن حبيبي والله. ما بعرف في عندك كامبين ليفيك كامبين؟ شو كامبين؟ يا سلام اللوت يا سلام في ناس بجنبي يا سلام في عندنا ناس ما شاء الله بري فير او ماي جاد يا سلام عليك فيري جود شاطر استمر بري فير يسعد امك ما بعدين علي يا حرام ما طخ يميني او شمالي فجاه لا بري فير على راسي على راسي على راسي على راسي هون بري فير شفتوا وين البري فير شفتوا شباب حتى الو حتى لا 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 دخيل الله يابا يابا بحياة امك لا 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 روق روق خلص روق بحياة امك نزل السكوات خلص تعبت انا والله اوكي اوكي والله تعبت شبعنا كتل اليوم خلص اليوم مش يومنا عبود والله عاد لعبنا جيمات حلو بس انبعرنا والله اخوان جيماتنا حلو اليوم اول تعرف اول جيمين ثلاث والله انهم حلوين بس فجأة انبعرنا من ورا تبع جيم بوشينكي يا ابو الصغير عشان الله طريقين اكثر اللي جيم اصلا ما لتو السلاح يا عبود مين معانا من السكواد غير طريقي لا لا بس ثلاث احسن بس ثلاث يلا يلا كفو 17000 لايك والله الذيابة كفو والله حارقين الجو اليوم شباب اقسم بالله والله رغم انه لعبنا اليوم بيض لا والله انه اول جيمين ابدانا لا ما انا خلينا نكون صارحين والله لا بس نكون صادقين عبود مستاهلش الدعم هذا كله دعمونا دعم مش طبيعي كيف تستاهلش عبود لولا ما بتستاهل لعب لا لا لعب اللي لعبنا انسى اللعب انسى اللعب بس لولا ما بنستاهل ما بيشاهدوك اصلا ولا حتى لعب صح ولا لا صح بس لا لعبنا بيض عبود تعال اسمع تعال عندي الطيارة نركب يا اخي والله شباب جيمات حلوه بس ما بنتوفق لعبنا بيض يا اخوان اليوم معلش معلش كيف قاعد قدامها اياكم من العراق العظيم احمد الحات صباح يا عمري الله يسعد قلبك يقلب الى كل العراق إيه؟ تعال تعال في حد بقدر يقعد اول اشي قدام تقدر تقعد يا كيفو جر لا لا جرب من الجهه الثانيه الله يا الله اليوم فازين فزعه اسطوريه متى تنزل انا بركب
ما هو لازم واحد بس يركب. اثنين اثنين مش واحد. اثنين اللعبة كاميرا قدام. واحد قدام واحد ورا. ولك ولك سوسن و ايش هي سوسن وخديجة عن جد ضربت عندهم الترند مش طبيعي. سوسن وخديجة خلاص شباب بكرة بنرجع لكم. سوسن وخديجة لا مو سوسن وخديجة لا لا, لا 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 اشي مفاجأة مرة ما راح نحكي لكم خليها مفاجأة احسن. يا نهار اسود عيني فين يا اخوان. في ناس مضغوطين معنا على اللايف مش قادرين يفوت ستريم سنايب يا حرام لانه البث مأخر. يا حرام والله ما بنحب ناخر البث. كيف شكلك كيف شكلك انا ما قاعد بتخيل شكلك هيك وانت يا الله مش راضي يفوت جيم. يا الله وات ذا فك يا زلمه شوفوا ماله صار. حسن شعورك والله والله دخيل الله حظي سعيد مرة كود حظي خرا عليك. قلت لو معاه سكواد قوي يا عمري ما فكرة بلا. سكواد انا ثلاثة حلو سكواد يا جدع فيه لا اخذ لك. عبود الفكرة انه مش ننزل نجلد ونحرق الدنيا مش واب سكواد 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 هم بطين خلا ايش اسلاح في واحد فوق. مين بعت ستار؟ يا رب عشان في سيز كثير عزيزي عمري عزيز. أنا فوت 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 طالع غضب لازم تمسك صندوقك حلو حكيت صندوقه كمان ايه شو كيفو اه ايه في ما متغير هيك اشكال اللعبه ما انا كنت داخل ضحيه عشان يا عم انت مش انت والواحد انت وسيموس طيب يعني انت انت لو قلت بوت مساعد فريقك اني داخل بتعرف معك هيلي امر ذا حاجه لا ولا اشي معي اخش احنا بالعمارة هاي شوف انا مرة بشار وينك قدامنا ولا على يمنا قدك ولا معك معيش خالص معيش خالص يلا خذ هذول حيل فيهم ابن ايش اوه مسلوب بالدم ماله تبع سكول معصب مالك يا زلمه في ناس بالعماره الكبالي تعال 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 تعالوا بشيت خلي بالك روق روق في ناس بالعمارة اللي بعيدة يا بهاي لا لا مش من هون مش اوعك تنط زي ابنك كله بالنسبة يسعدينكم والله اسطير كيف هيل 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 روح لوت روح لوت روح لوت روح لوت ستريم سنايب جيم لا يا زلمه اخرين سيارات في اكي هنا عبود اكي في ناس راح تبش من العماره العاليه لا فوق سطحهم في اكي لك مصلحه لا لا معي في طلق طلق ايش كيف شو معك اسلحه اوكي كويس معي فيكتور كويس كويس كان في طلق خذ هاي معي طلق لا انت معاي انت معك طلق
معي 150 خلص. كويس هاي معك يعني بتقدر تطفي. تعال كيف معي الاعمار العيال كل واحد اثنين واحد صفر. اسمع تعال تعال افتح افتح الاول واسمع معي تعال شو شو بتحكي. روك امسك درة كيبو واحد نكه تحت مش اللي بصاحبه مش راح يبشو معك دم؟ اعطيني معك خوذة؟ لا خوذة ولا درة انا معيش دم ما معيش دم مين معه دم؟ ولا اشي معي معايا واحدة اعطيني يابا انزل ساعد كيبو ثلاثة على السلم يخرب بيتكو ايش فيه يا ايش فيه وير ار يو فروم برو وات كم واحد علينا شو وقتنا احنا مين انتو مين ايش فيه ايش الاربعه الكمبره كله منين الكمبره دي اصلا يا ابو شومان وابو سعود وابو وسام يا شله ابو ولكم مالكو ولكم مالكو ماشيين ورا بعض طب واحد يمين واحد شمال طيب يا الله يا رب يدعس يا ابو يا عمار عشان الله مفروض يا عمار يا عمار الو عمار سامعني يا زلمة عمار الو يا عمار يلا جيجي جيجي بس يلا ابو سام معرق وابو شومان معرق وابو سعود معرق دقيقة لازم افوت معاهم بالسكواد هذا ابو عبود وخلص شباب ليكاتكم معنا 8000 كفو 18000 لا والله كفو والله لازم افوت معاهم السكواد هذا يا اخوان حط ريدي حط ريدي يا معود حط يا تفوت دقيقة دقيقة بلكي ردوا علي دقيقة يا زلمة بلكي ردوا علي يا زلمة دقيقة يا زلمة كلهم ابو ثواني ابو ثواني ثواني سمع لك ابو خبو قد انت كفو كفو ابو وسام ابو وسام ابو وسام دملوه يا بطلع من موتت يا زلمة اطلع يا زلمة دقيقة يا زلمة يا زلمة انا طلعت الله يلا يا زلمة كيف فوتت معاهم يا زلمة احسن لي منك يا زلمة فك عني طيب يلا يلا ابو وسام ببعنا يا مجد ابو عمار يا ابو يا سكواد الابو يا اختيارية الو ابو شومان مشان الله ردوا علي خلص اطلع اطلع حرام مشان الله اطلع يا زلمة مشان الله اطلع يا مجد ببعنا من اول نق يا زلمة خر عليكم يا زلمة خر عليكم على عبود يا زلمة هذول تطلع كيف وراك عبطين بعض وماشيين هذا السكواد اللي بدي يا باشا لويته بعيد يا عمي ما احنا مع بعض بس معناش دم معناش هيل كلنا دمنا نازل ما له فاك يا عم ما احنا معناش هيل الله يلعن عبوك الجو بيض الجو نار بيض ولا نار بيض يعني اخوان الدول معتاد انا وعبود بلعنا بالساعة الاولى مضيناها نبلع بالكنادر بالشباشة بكل إيه. او هو بس نكد نكد ابو خط الطيارة هذا اللي مش راضي يحط لنا اختها المطار يا زلمة بدناش سكول
يلا مطار قريب يا دخيل الله يا زلمه قربنا هالسك وحياه الله قربناها يا والله متنا كتل وحياه الله شوي وبطوبها باسمي هالسكول قرفونا بقى العماره يا اخوان سكول 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 why you are running why you are running ما بعد مين هذا بيزمر عجقنا عجقونا الاثرياء عجقونا اثرياء ببجي زرب عليكم غزغزين مشعشعين يلا جاهز ما حدش بيبلع غير ابو عبود وليه كيفك موصل كل حته يا عمرو امجد دوختنا ايش في يا اخوان Let's go guys بسم الله الله قربنا على 20,000 لايك يا اساطير كفو نوري الحبايب ارحبوا تراهيب المطر يا هلا يا هلا ارحبوا دام والله اسمع والله العظيم اليوم شبعنا كتل يا اخوان والله والله العظيم انا بالنسبه لي كامجد متت بكل الطرق يا باشا هو جمده كلاليت كنادر طوات لقطات كرسبو مرسبو شوتجن كل اشي يا باشا هو الجمده ليتس جو ركز يا امجد ولا ما بينطش لسه صح تنط عام ولا ايه حاويات والله انت تنزل حاويات خلاص لقد شان صلوا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام محمد عبد الحسين معنا سكواد حد لا اوه لقيتها بعد الطياره عرفك عشان نطلع بس نجربها مش هسه يعني انا جربتها ببجي شو اسمه ببجي شو ستيم ستيم طبعا هنا تقول ببجي ستيم طيب كيفك يابا هو قدامك الحمد لله هاي قدامك قدام بنط اي هاي واحده ثانيه لا والله شيلها شيلها كيف انت نط وشيلها لانه بتاخذ مساحه كثير يعني لانه معي واحد على شمالك ليه اضربه والله اضربه طب بنعمل ايه بالبتاع اللي احنا شلناه نرميها على يا سلام ضربه فيها ترميها على الارض يا كيفو وبس ترميها على الارض بتجيب زي اسهم تطلع لك هيك انه تركب انت وسكوادك في واحد على اليمين اهو عبود معاه في سيس تعال تعال مش على بول واحد هنا في سيس هنا طب تعال معي كيفو على الشمال اهو سوق عندي اثنين نوك هاي معاه فلير معاه عندي أساس. انا سكوت فاهم الهم سكوت نبكات كانوا ثلاث او هيك ضل نبكات صح؟ ربحهم ابسط كيف بدي ابعث ستار يا عمري حط لايك بدناش ستارات لايكاتكم والله احلى فوت على الستارات عاد تلاقيني تستار وجهي بس تموت على الستارات انت لا بس بحكي له ابو الفي اساس شلته؟ ضببت على الاخر احسن شلت ليفل 3 عندي هون هذا بدي اياها؟ لا 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 عاد الزون عندنا والله جيم حلو يا اخي انسى هون فيش اون هو اخذت فيلر هو ولا
لقيت شومب اول حرام. يلا اوكي مش مشكله اوكي. اه عايز كوب 8 اه رندرت اوم نايس. لقيت اوم يس كفو كفو. ما نقول في فرير ثالث واحنا مش عارفين فرير آه ممكن الاقي فرير ثالث ممكن ادوره او فريرين لا فريرين لقينا ما الثلاثه هنا. شو وضعكم بالعملات يا اخوان؟ والله معي كويس معي 10 اها لقيت كثير انا هيك فجاه لقيت خمسات. يلا الضباب حبوش شبحك عاد يلا تعال نضرب هاي يابا تعال نجربها شباب يمكن احنا اول من لا مش اول ناس في ناس ركزوا عليها اكثر منا تعالوا لازم نكون بجنب بعض تعال يابا طيب يابا تعال شكو معبود محتاج اه 8 معك 4 لا معي 8 يا سلام اعطيني تعال يا كيفو يلا يلا عاد يا عمري هات يابا تعال قربنا على 20,000 لايك يا اخوان. اسمع احنا مش برا زون بس بدنا نجربها يابا تعال يابا يلا ايش بس يعني انت رحت هناك واجيت هون يلا كيف تعال عبود ملاحظ انك صاير تعصب علي كثير اسف يابا حقك علي اعمل ايه لاحظ اموت عليك والله كيف بس ابعد يابا كيف بدي اشغلها؟ إيه مساحة كا يرجى نقل في مركز ابصر شو مش ملحق اقرا اخذت الام كي ام قد خذ الام كي كيف بدي تشتغل؟ كيف تشتغل يا اخوان؟ يمكن اه هي هي ايوه بدها وقت احا اصبر لا 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 لا, لا, لا مش هسه تعال يابا قرب قرب تعال خليك مش هسه خلي لسه بتمد هسه بتيجي الطياره بتاخذني شو ما طولوا الحبل والله جد طلع يلا هسه بس يطلع لكم اشي هاي يلا علقت خلص خلص خليك لا تشيل لا تشيل خليك 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 مكان هو في ايه في ايه خليك 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 ايشي معلق بظهري من ورا انا عامل زي الذبيحه متعرضه هنا فاهم اولي اه اولك عم فلير فلير ننزل عنده اه ننزل فوق فلير فوق فلير اصبر 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 لا تحط خروج يلا خروج خروج يلا 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 خروج يابا خروج اكبس بالماوس اوف فوق الفلير يا اخوان انزل انا انزل على الفلير اه اه فوقه ناس ناس تحتينا اوه هاي واحد واحد طبعا ايدي معرقه تبرايز ايه فلير ثالث هناك ايه في ايه ايه ما لا كل حاجه دبل اوم وقف كل حاجه وقفت دبل اوم لا هيك اللعبه وقفت كلها عندي تبند كيبو يا اخوان اقول لك الزلمه مش صعب مش قادر يتحكم بشيء تبنى الكنترول بايظ كله أرستر. انت بايظ كيفو؟ اه انا بايظ يا اسطى صوت 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 اوت يا زلمه الله حلوه هاي تبعت الطياره ايش يا كيفو شو صار معك؟ الكنترول الجهاز اتخض اول مره تشعله من قفاي يا نهار وين اصحابه يابا؟ ما عم بقولوا لحالي مت ترى حاسس حالي راح ابلع رجلي كيف ما بعرف كيفو فاصل كيفو تبند يا اخوان لا لا برستر برستر
يبغى قلنا لك تلعبش من السايبر يا اسطى تلعبش من السايبر يا اسطى يا مسايبر انت تلعبش من السايبر ايش فيه يابا يابا تعال كيف كيف ننط كمان مره يلا يلا انت فوت انا هو دخلت اللعبه تعال يابا ثواني يابا في رندر في ناس تتفرج علينا والله لا يوجد مساء اوف كل هاي المساحه مش كافيه طب هون يا زلمه هي يا زلمه في ناس تتفرج علينا شوي وسخ على الشاشه وسخه ايش نطير تعال 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 بسرعه بسرعه تعين هيني كيف هيني وراك ماشي 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 لسه لسه لما يطلع لسه مطول بس بخاف يعني احتياطا ايش طالع لسه مش يا الله راس منا واحد هيك مبطوح على بطنه ومعاه انفورس كوب 6 احلى ثلاث كلات يعني لا بس والله بنطلع مسافة جامدة ترى تعرفوا والله كثير عالية المسافة يا زلمة ما توقعت هيك طب انت بتتحكم وين نروح؟ لا لا اركب انا رحت بيت فكرت عادي بضل ماسكني سبعة ستة بتطلع وين بياخذنا هناك الله يسامح وين؟ بقول لك ايه انزل فوق جسر فوق جسر فوق 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 الجسر فوق فوق صح والله كمين يلا خروج بس والله مستمتع فوق اصبر خليني مستمتع لا والله هاي خليني طاير انزل بعرف اشتراطي شو ماله اشتراطي يفتح مظلة اضبطها على الجسر عبو يا عم مشغل افتح مظلة مبكر جسر انا انزلت انا قد اول مره انزل جسر اول مره بحياتي هذا كمين مطبل يا رب الزون تقفل ناحيتنا عشان كله يجي عندنا يا رب يا رب ايوه يا سلام والله مكاننا اسطوري يا زلمه والله عاش عندنا الزون دي واحد جاي على الجسر ولا بط هذا بط خلاص شيلو كيفو اصرف طلقه مع خالاته ولا اقول لك خلاص بس اذا اجانا واحد شكو تاكو والله تبوينا مكو تاكو ايش انا تشوف اسم هو مش عربي بس خلي بالك تعرف لا ليش احنا كلياتنا على جهه واحده يعني ايش ادرع انا من الفرحه خايف اقع عن الجسر والله والله العظيم صوت لا 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 بحياة امك لا بلعن امك لا خلص بدي اشيلك حسب تموت بس ناس لا بين ايش كيفو شيلو شيلو خلص تتمني عبد الله بزعلك والله بزعلك والله خلص اسف اول مره بحياتي بطلع على الجسر يا زلمه من السيزون الثاني بلعب وانا احاول اطلع على الجسر يا عبد الله يا خليك احسب تشيله والله اللي تشيله خلاص شيله حرام والله انزله تحت اخ يا الله طب عبود وانا لو شلته وقريب بي هيا لو رميت شو بصير يا باب بتنط ولا بتموت ورب الكعبة لا ابعر لك اللايف وابعر لك الجيم وانت بتعرف امجد بس تيس معي تعرف امجد بس تيس معي ايوة لا ما فين يا عبد الله صلي على النبي يا عبد الله طب اسمع يرمها لحاله لا اتحرك طفي حالك راح فين طفي حالك رورا انزله كيف انزله ما انا هموت لو لا 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 بحياة امك لا راح ينزلني اذا وقف يا ما لا ثواني وين الكيبورد
يلعن اختك بال... لا 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 والله ما ضلك فوق والله ما ضلك فوق لا انزل تحت تموت تموت والله ما ضلك فوق والله ما ضلك فوق والله و... لا لا قلت والله لا ما والله لا روح صمت ثلاث ايام شو دخل لا زلمه ولي يا زلمه حرام عليك من السيزون الثاني من السيزون الثالث حلمي اطلع اعمل كمين فوق بس شو بس شو ناس روح روح بسرعه مش عليك بسرعه هيل هيل يا امجد هيل بسرعه هيل خلاص خلاص راح راح واو ديم ايوه خليك خليك كده نكبرك من تحت يا نهار ايش بدك انت العن اختك من بوت قهرني اقسم بالله قهرني ايه بيضرب فوقينا اذا مول ولا 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 واحد ولا واحد مش علينا على الجسر ما عارف ايه 13 واحد اثنين قهرني قهرني يا اخوان ايه الرقصات ايه كيف بتبين حطوا اف 4 وشوفوا قول لي اوف اه واحده يا اخوان الو عمر تكن تكن وين اه 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 ايش انا لايف عمر كيف عمر حريقة؟ انا لايف الو معي اثنين هيل وواحد حريق خلاص بلع بلع اوكي اوكي بلع بلع كيفو احرق احرق كيفو يلا 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 اتحرك بحياة امك فقع حاله كيفو احرقه يا الله لك عاش انا لو اضطردت من السكواد ده انا زلمي اخوان اخوان ولكو خلاص لا انا سموك 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 رب رب قاعد بموت بسرعه رب يبا اعذرني يابا بالله عليك لا لا تيجي لا تيجي لا تيجي عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله سوك احنا بنعمل هو كده اسم ايه فين الناس يا بهيل هيل اشرب بوست يا كيف اشرب بوست ماشي انا بعد عنكم يا عمي قرف اللي يقرفكم ويقرف هيك كمين زراب خلص يعني ولا حد اجى علينا هاي كمين يلعن كنت راح اقع حلو اوكي هتعمل ايه يا برو؟ هتعمل ايه يا برو؟ ما تنزلش عبود ها خليك الزون الجاي لازم يجوا لازم يجوا الزون الجاي الزون الجاي عندنا رندر مش طبيعي هو رندر رندر والله العظيم عندي رندر مش طبيعي في رندر غبي سيارة برو جروب سيارة قطع سيارة بشت علي فلو خليك يا كيبو هم فاتوا الزون وعملوا عليه كمين هم ايه زدت واحدة؟ انزل انزل جيب السيارة جيب السيارة اللي عندك هم عملوا علينا كمين لا 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 اسمع في ضباب مش راح يشوف تنزلت من فوق ليه؟ غباء يا عم ايه؟ تعال تعال شفت بلا ما تسيانا ادونا سكواد ما احنا صار اسهاب نستنى الكمين يعني افشل كمين افشل كمين في في ببجي موبايل كمين بجنيه ونص كيف انا هنموت وانا مش شايفين تبري اوه هاي كفو كفو راح وراح هم 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 يا نهار ايش القرف هذا ايش يا اخي انت مين الخردة كيفو الك بالله عليك يا كيفو يلا كيفو بشولك واحد شمالك يا سعد فينك هيا تعشيني تعشيني يسعد امك يا اسطى كم كم ان شاء الله والله والله فزع نار يا ولد كيف وانت خلفتي اسطوره لعلمك انت خلفتي خلفتي واحد اسطوره دلوقتي بس دلوقتي خلفتي دلوقتي بس الله
عاش 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 عاش. شباب 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 دمك لوك كده كده ضحية ونوب. شباب شباب بس بدي اقول لكم شغلة. لا لا فئة معينة صغيرة من الناس اللي جاي يعني تعمل حالها زي ما كنا مرة عادي بس عاجبك علاقتي انا وابني مع بعض اهلا وسهلا حياك الله تفضل على اللايف. مش عاجبك بامكانك يعني ما تشاهد اللايف ترى هو فيسبوك يعني بامكانك انت تروح على الصفحة الثانية كذا. اما تيجي تنظر هون وحالتك حالة ما الك علاقة بيني وبين ابني. الناس مبسوطة معانا وحبايبنا مبسوطين معانا والناس اللي بتحبنا وبتحب اسلوبنا وعلاقتنا مع بعض قاعدين ومستمتعين. اما انت اللي جاي تعطي حكم ومواعظ ترى والله انا اسلوب تربايتك قرفان والله وانا ربيت ابني على مزاجي انا مش على مزاجك انت ماشي. اسلوب التربية التقليدي الاب المرعب والاب اللي كلمته ابصر ايه هذا اسلوب انا قرفانه وما بحبه نهائيا. انت روح ربي ابنك وربي حالك بالطريقة اللي بدك اياها. عندي هون لا تيجي تحط حكمك يلا برعولي يا هذا ابو الحكم لا خلاص حر حر علاقتي انا وابني كيف طبيعتها هاي احنا حريين فيها حريتنا الشخصية انت ما لك علاقة فيها. الناس مبسوطة معانا وصلهم 3 سنين معانا حافظيننا عن غيب حفظ عارفين كيف امجد وعبود ما بيحكوا للاب وابنه. عمره ما لقينا واحد في الشارع وقال الاب والابن حتى ما بيقولوا لعبود ابوك بيقولوا له امجد. عارفين شو طبيعة العلاقة اللي بيني وبين عبود مش ابو ابنه اصدقاء اثنين مع بعض صلنا 3 سنين بنلعب مع بعض بالطريقة هاي وبالاسلوب هذا. عاجبك اهلا وسهلا مو عاجبك كمان اهلا وسهلا بس الله يرضى عليك لا تحضرنا. كيف في سيارة هاي الصفرة اول مرة بشوفها. ثاني واحدة هاي على الجسر. قديش معنا على اللايف الان؟ معنا تقريبا 9000. ال9000 اسألهم كلهم 90% رح يجاوبوك شو علاقة امجد وعبود. عمرنا ما كنا اب وابنه ارجوك ارجوك ارجوك. Let's go Kibo. يلا كبير اسمع بدي هيك تسوق سواقة مرعبة بالله عليك. ها بدنا نحرق السيارة. لا لا انت والله يا اخوان بالله عليكم بس سؤال بدي اوجهه للي من جيلي اللي مواليد الثمانينات كلياتنا ابهاتنا نفس الطبع كلياتهم الطبع العصبي والابو اللي بتخاف تطلع عليه حتى والله العظيم هي صار عمري 40 سنة بخاف احط عيني بعين ابوي لغاية الان. ترى ابوي زي ابهاتكم تقريبا كلياتنا نفس السيستم. طب انتم مبسوطين بالنمط هذا بالحياة انه الابو ما يكونش صديق؟ حبيبنا محمد يا عمري الله يسعدك على علاقة احنا بس امجد كويس اللي مات عشان تقرا التعليقات كالعادة. شو عمل يا محمد؟ في احد؟ لا 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 والله بتختي والله بتختي تعال هاي احسن. ما الثانية مكشوفة خالص هنبقى يا عمري احسن احسن من دي. يلا قس القس ده حتى قسها فوق ولا ايه؟ شو؟ السألة اللي فودي ما حط عليها. خلاص يا اخوان سكر على الطابق بدناش نقلبها دراما الله يخلي لكم ابهاتكم. معلش يا اخي في مثل بيقول اذا بيقول اذا كبر ابن خوي والله انا مخاوي ابني وعمره 4 سنين والله. حبايب قلب الله يسعدكم شكرا على التعليق. اذا ما يضرب يمين كيفو 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 واحد عنده يا برو هتعمل ايه يا برو لو قابلت عبود ومع دبلو هتعمل ايه قول ليه ولا اي حاجة جيري جيف متيري ايش شو هاري يا زلمة انت... في صار يطلع شغلات على الشاشة يا زلمة انا مش فاهمها والله الابديت هذا مش مفهوم يا اخوان
بوم في منتصف الجبهة. أبو عبد الكريم والله بتابعكم من سنتين، أحلى علاقة أب وابنه. حبايب قلبي الله يسعدكم، شكرا. وشوفوا شوفوا لك وده، شوفوا لك ود. عليك يا سوسو لا تعصبي، الله الله يقرفكم. الله يقرفكم يا اخوان. لايف واحد طلعنا سوسو، لايف واحد اسس. يا زلمه ود فلافل ستار، ظل واحد يابا. لا والله بس ده حافر، ده حافر نايم تحت تحت الارض. هيا هيا هو هو عبود. لا مش هو، مش هو هو هو. انت لقيته؟ اللقطة هذه تعتبر هاك. اي لقطة؟ عامل لقطة يا ولد؟ لا لا يا اخوان. قبل شوي كنت لعبود، كنت لايف لعبود والله العظيم. تأخير يا اخوان. لا هيا هذا بلعب، شو بيسوي صار له ساعة في الجيم اذا انه بلعب هيك لعب. تركوا تركوا، ده خفيف لطيف لذيذ. ايه يا اسطى بتعمل ايه يا برو؟ بتعمل ايه برو؟ طب انت وعبود مسك قبل. والله والله عبود انا بعرف، بس يدخل مرحلة الغرور الان، دخل مرحلة الغرور يا اخوان. لا بس دي والله. واحد اثنين دخل 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 مرحلة الغرور. دماغه دي خف الخص. لا 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 روك روك. ما عليك ما عليك. كيف كيف لا تدق. خلينا انا وياه انا وياه. لا 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 حتى لا تعطيني. اسمع ظل سبع ثواني وراح يجي زون. معاكو سبع ثواني. غير مكانه. وين وين صار؟ ورا الشجرة اللي على يمينها. الزون تحرك. بدي. عاش. هي دي؟ مش هيطلع. نايم وراها خلاص. خليه يفوت زون طيب. طب انت ايمك لذيذ اهو، ايمك لذيذ وكل حاجة تمام معاك، وما في ايه. خليه يفوت زون. يا حرام. بس والله يعني كبرتني. والله كبار. انا شو قلت؟ أي. انا شو قلت؟ متذكرين شو قلت؟ حافظوا عن غيب، عن غيب حافظوا، والله العظيم حافظوا عن غيب. لا توني ما ماتش. والله ولعت بدي ما اخوان ما ماتش يا اخوان، يعني شو اسوي؟ طب حياتي يا هاي. الله يزم والله حافظين حتى شباب. لايكات لايكات، وين اللايكات؟ فزعتكم كفو والله. 2000 مشاركة و22 ألف لايك. على بصراحة بصراحة أبدع اليوم شباب. لايكات أبدع اليوم الصراحة، يعني والله العظيم اليوم فجروا الكوكب والله. صح أنا ما فيش جيمات حلوة، بس اللايف كان حلو، اللايف كان حلو. الله يسعدكم، ما قصرتوا جماعة اللايكات. تيمور يا عمري شكرا على 200 ستار. محمد غزالة احلى سوسو. قلوب يا سوسو دلوقتي بتقول لي سوسو. يا سوسو. شباب جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب. الله يا رب يديم المحبة بينكم، نخلي لكم اهلكم وناسكم وحبايبكم. لايف اليوم كان حلو. شباب لا تنسوا فزعتكم على قناة اليوتيوب تمام؟ قناة اليوتيوب الجديدة والله، قناة اليوتيوب الجديدة يا اخوان. كل اللقطات الطريفة اللي بتصير معانا في في الجيم قاعدين بنمنتجوها الشباب، وعملنا قناة يوتيوب خاصة خاصة باللايفات. ايش بصير معانا لقطات راحت عليكم كذا بمنتجوها الشباب وبينزلوها. هاي نزلت الرابط، بس تبتوه شباب ادمنية. انا لازم اروح شوي شباب. اوكي ضروري بس عشان شباب اللي بيسال عن قناه اليوتيوب الجديده هيا في التعليق المثبت. من فزعتكم ودعمكم لقناه اليوتيوب الجديده الله يسعدكم ما قصرتوا. تحيه لكم. اللي بيسالوا عن قناه اليوتيوب هيا في التعليق المثبت يا اخوان.
جمعة مباركة. يلا باي تيمور يا عمري، شكرا على 200 ستار. بن حمام شكرا يا عمري. شباب الله يعطيكم العافية، لا قصرتوا لا بستارات ولا بلايكات ولا بشيرات. كفو كفو الله يسعدكم. يعني قبل ما نقفل اللايف، قبل ما نقفل كل واحد شايف اللينك يدوس عليه ويروح دلوقتي. انت انهيت عم؟ لا لسه يا عم. لا انا قول حاجة انا لا بمزح. نوري حبايب شباب انهيت؟ ثبتنا لهم. لا لا ما انهيت، ثبتنا لهم قناة اليوتيوب الجديدة. شباب قناة اليوتيوب الجديدة يا دوب فيها 3000 تقريبا، جزء اليوم توصل 4000، ما بنعرف. شوف قديش العدد فيها شباب. لازم بالله يابا افتح لي شير على العداد. ما هو مش عارف كيف العداد بيطلع. احنا فيها 3969، تخيل قديش صغير القناة. يو مصغرها شباب. كل اللقطات الطريفة اللي بتصير معي انا وعبود. مين مستلم قناة اليوتيوب هاي؟ داروين قلوب لداروين. خلينا افتح عليها انا من نشوف كم متابع. ثواني لا شباب فزعتكم بالله عليكم، والله محتاجين فزعة في هاي القناة. والله عن جد محتاجين فزعة بالقناة هاي. قناة جديدة لسه يدوب فيها يدوب 3000 4000. هيا يا شباب القناة تمام وكفو وصلناها 4000. يلا شباب الكل يفوت يسوينا متابعة. مين بعث أنس عمري عزيز لا مش عزيز ثواني أنيس زمان عنك يا أنيس. أنيس عمري الله يسعدك. شكرا يا عمري. وين هالغيبة أنيس يا قلبي الله يسعدك. شباب اسمها عبد الله الدويري. يس عبد الله الدويري. فهيك سوي اشتراك وتفعل الجرس. الله يسعدكم تمام يا غوالي. الله يسعدكم لا تقصروا معنا. كم والله شو صارت 4000 فيري والله حلو كفو صارت 4000. ايه زمين بشيل اشتراك هي. لا 4007 صارت كفو صار عندي 3000. ايه لا عندي 4008. 4001 4009 عندي. المهم شباب وصلنا ل 4000. حلو وصلنا 4000. فقلب لكم جميعا ويعطيكم العافيه. حطوا لنا لايكات شيرات. لا تنسونا قناه اليوتيوب الثانيه. والسلام عليكم.